بنات ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وفيديو النهارده هيكون ريفيو عن كوبايه الايس كريم اللي قدامي دي. الحقيقه ان ده تنت من بريتي وومن، هقول لكم ريفيو عنه، ثباته وسعره ودرجاته وعجبني ولا ما عجبنيش. فلو انت مهتمه كملي معايا الفيديو الاخر. عارفين ان انا دايما بشكر في براند بريتي وومن وبقول عليها ان هي براند محترمه جدا والايفكت بتاعها جميل جدا جدا في كل حاجات الميك اب اللي هي عاملاها، كمان سعرها رخيص قوي، فانا بحب البراند دي جدا. بس الحقيقه ان التنت اللي معايا ده خايش منهم شويه. بمعنى ايه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه ده شكل الباكج بتاعته، وبيتفتح كده من جوه، يعني تاخدي بقى من دي وتحطي وتدهني وتدمجي وتعملي كل حاجة. الشيت اللي معايا ده رقمه 1 و1. المشكلة بقى في ايه اللي معجبتنيش في التنت ده؟ التنت ده بينشف بسرعة قوي، فبالتالي فرد وسيء جدا جدا جدا. انتي مجرد ما بتحطيه على، يعني مجرد ما التنتية كده تلمس ايدك هي خلاص نشفت. مفيش حاجة اسمها هلحق ادمجه، مفيش حاجة اسمها هفرده بسرعة، ومفيش مفيش ما انسي، مجرد ما حطيتيه هو خلاص، اللي حطيتيه هو ده نشف. اخره بس يهبهب شوية حواليه كده، بس هيفضل فيه فرق تركيز بين الحتة اللي انت حطيتيها الاول وبين الحتة اللي انت وزعتيها بعد كده، اللي هو المساحة الاكبر اللي انت وزعتيها. فبالتالي فرده معجبنيش خالص خالص خالص. والحقيقة ان دي لو تعلمون ان ده في التنت هو ده مربط الفرس بتاع التنت. التنت لو متوزعش بشكل حلو مش هيبان خالص ان هو ناتشورال، وهيبان ان هو شكله فيك وهيكون سيء قوي. فهو ده كده بصراحة، برغم انه لونه حلو جدا جدا وثباته حلو قوي. يعني انت لما بتحطيه انسي بقى 3-4 ايام مثلا. بصراحة هو اوفر قوي برضو ان هم يخلوه ثابت كل المدة دي، يعني مفيش اصلا حاجة بتثبت كده. المفروض ان الحاجة لما بتحاول تشيليها بتشتال، بس الحقيقة ان ده كان حتى شيله صعب قوي من كتر ما هم عايزين يعملوه ثابت. الموضوع زاد معهم شوية فبقى مش لطيف خالص. سعر التنت ده كان حوالي 25 جنيه، فسعره جميل، الوانه حلوة، فيك منه كذا لون تاني. اللون اللي معايا ده على بينك شوية، في الوان على احمر وفي الوان على اورنج اعتقد، في ميكس درجات حلوة قوي بصراحة. يعني انا ساعة ما كنت بجيب كنت محتارة جدا ما بين كل الدرجات، بس ما اكتشفتش بقى مشكلة التوزيع بتاعته دي غير لما جبته. خليني كده اجرب اوريكم اللي انا بقوله علشان تفهموه. حط منه على ايدي كده، اهو ده لونه. بصوا فرده اتفرد بشكل غير منتظم في حتت اتقل من حتت، ممكن الموضوع ما يكونش باين قوي، بس الحقيقه انه مش فرده مش لطيف، ما بيتوزعش سهل، ما بيدمجش، غير مثلا ان هو لو نشف وانت بقى عايزه، اكتشفتي مثلا ان مكان اتقل من مكان وعايزه تقليه او تخففيه او مفيش، خلاص بقى انسي بقى. فلو انت بتحطيه وربنا يستر ويطلع كويس، فانا ما عجبنيش خالص، ما استلطفتوش. بصوا ده صباعي اللي انا دمج بيه، انا لو قعدت اعمل كده 3-4 ايام هو مش هيطلع. بلس كمان شكله بصراحة بيبقى فيك قوي بعد الدمج، مهما حاولتي تحلي فيه او تعالجيه شكله ما كانش لطيف خالص. فانا ما عجبنيش برغم من المميزات كلها اللي قلتلكوا عليها دي، الا ان مشكلة الفردة هتظل هي المشكلة الاعظم فيه، وهي اصلا التركية كلها بتاع الموضوع. لو كان دي مش حلوة في التنت يبقى التنت كله فيكس. فبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لايك لو الفيديو عجبك، سبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش في القناه، انزلوا على الكومنتس اكتبوا لي اي تقييم او اسالوني اي سؤال، هرد على كل الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.